بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة شفوية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والمتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، واعتزاز جلالته بما تشهد هذه العلاقات من تقدم كبير وازدهار مستمر على المستويات كافة، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والسبل الكفيلة لتجاوز كافة التحديات وتقدير جلالته للدور الحيوي المهم الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة في تثبيت دعائم الأمن والسلم في المنطقة وبجهودها الحثيثة في محاربة الإرهاب بكل صوره وفي صد التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وقد نقل الرسالة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية لدى استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعاليه، حيث كلف فخامته معالي وزير الخارجية بنقل خالص تحياته إلى عاهل البلاد المفدى وتقدير فخامته لمواقف البحرين الأخوية المساندة لمصر في كافة الظروف. وقد أكد معالي وزير الخارجية أن العلاقات الوثيقة بين البلدين ترتكز على تاريخ طويل من الشراكة والتعاون، مشددا معاليه على المضي قدما بهذه العلاقات الثنائية لآفاق أوسع، مشيرا إلى استمرار التشاور والتواصل إزاء القضايا الإقليمية والدولية. أشاد معاليه بالنتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مصر مؤخرا، والتي عكست قوة العلاقات بين السعودية ومصر التي تشكل دعامة قوية لحماية الأمن القومي العربي وركيزة أساسية لترسيخ الأمن والسلم في العالم بأسره.